سيطرة، فهمتي؟ هي بسيطرة. اي بالضبط. تبشك مسطرة. مسطرة على الآخر ماشي ما. أنا نجم نتكلم أنا قدام المرأة نقول محلاها الفنانة هذيك. لا لا نغزروا بركة ما سلكناهاش، خليه باش نقول له محلاها. أنا راني نموت عليك، حتى كان خرجت بسرقة عليك نحوس في الليل. أما أنا الله غالب أنت في داركم وأنا وحدي، لا أنا تلزيت باش نخرج نحوس. اقعدي في دار بايك خليني أخذ راحتي نحوس على راحتي. المرأة مسيطرة في الدار. المرأة مسيطرة في الدار. المرأة تسيطر بتخرنين نتاعها هي المرأة. تولي أنت باش يعني تقص ل. زاع تسكت على روحك. صحيح تسكت على روحك خليها تعمل اللي تحب عليه. احنا نحكموا البرة. احنا نحكموا في الشارع. مثلا في شنو تحكموا البرة؟ احنا مثلا كي باش تحكم في روحك البرة ما تحكمش في المرأة. احنا كي تخرج معايا مثلا المرأة البرة إذا تلبس كيما نحب أنا مش كيما تحب أنت. أنا ما نجمش تخرج لي مرأة أنا مثلا تلبس لبسة أنا مثلا تقلقني تعرف اللي هي لبسة تيرونت برشا ما تقلقني الحكاية هذي. وأنت ما تحبش مرتك تزين وتلبس و. حبة تزين بيان سور أما في نطاق الاحترام أنا ما نحبش كي معناها تزين لدرجة تولي معناها فرجة. فهمتني؟ باهي ملا سامحني هاك تمشي مثلا تتفرج على فنانين على جماعة لابسين وجوهم باهي، أنت كي تتفرج على فنان تقول يا محلاها، علاش ما تخسرش على مرتك وحتى هي تولي محلاها؟ أنا الفنانة نتفرج فيها خاطر أنا عادي هي كيكة ما عنديش سلطة على الفنانة أنا. أنا عندي سلطة كان على مرتك. ملا هاك تقول محلاها الفنانة ذيكا. علاش مرتك هي ما تعملش هكاك؟ أنت سالي على بيا يا أخي أنا نجم نتكلم أنا قدام المرأة نقول محلاها الفنانة هذيك. لا لا نغزروا بركة ما سلكناهاش خليه باش نقول له محلاها. يا ربي. والله العظيم أنا كي ندور نغزر شيرة أخرى تغزر معايا هي في النقص. عادش بيت بزنس أنت وياها. لا لا مستحيل معناش هي هذا بزنس أنا وياها. ممكن أنا شوية ما هي جملة. لا مش قصدي تبزنس أنت وياها هي تبزنس زاد ترى أنت كي تقول تغزر طفلة تقول محلاها حتى هي تغزر معاك تقول يا محلاها ما شاء الله. لا بالعكس بالعكس ولي عاركة كيك. تحكي بالراس. ولي عاركة شنو أنا نغزر طفلة نقول لها محلاها ويقاش تقول إيش بيني أنا بومة بجنبك. لا لا ما تجيش الحكاية هذه ما نجمش. عمرك ما صارت لك البلد. هي مسيطرة فهمتني. هي مسيطرة. أي بالضبط. تبشك مسطرة. مسطرة على الآخر ماشي ما. وتوا كان تشوفك المدام. تو كان تشوفني ما قلتش حاجه تقلقها انا لما حلو. قولها نحبك وروح قلبي وعبر لها على مشاعرك وكذا. سوسو انا راني نموت عليك حتى كان خرجت بسرقه عليك نحوس في الليل. اما انا لا غالب انت في داركم وانا وحدي لا انا تلزيت باش نخرج نحوس. اما راه والله ها مقابلني ما فما ما تحسي ما فما حتى حد معاها راه. ما فما حد فما كان الزملاء خرجت ما يتعرفها كريمه خرجت انا وياها والمشي نتاعها تعرف. لا لك هكا انا راني مريق اموري واضح. تو شوي اخرى تقول لي يا ناري على راجلي وحده مذا. والله انا من ناحيه مذام خاطر تعشيت في حلق الويد وقت البارح كليت برشا حوت وشبريت. يلزمني نابت في اسرع وقت لقليبيا معناها نهار السبت هذا يلزمني يكون غاد. يلا تي تو شنو الكادو اغلى كادو هديته لمرتك؟ والا ما تهديلهاش والا هديت لها حاجه. نهدي لها بيان سور نهدي لها مرتي انا. شنو الكادو اللي هديت ولها عجبها على الاخر؟ هي راهي تحب اللبسه برشا. ديما اللبس. تحب كان اللبسه بالدرنيير مو خديت لها كابوت عجبها على الاخر. اخر حاجه مشتي. ما فما حاجات تفاتش ما نحكيش عليها. يا اخي بعد الشتاء مش فما كحق الملح نتاع رمضان عطيتهاش حق الملح على الاقل. انا خديت حق الملح مش هي. عليه واخذ حق الماء. ايوا معاه في الكوجينة. حتى في الكوجينة والله باهرة وهو راجل كيعاون مرته. انا نعاون نقص السلاطة ونحضر معاه كل شيء ومن بعد نعمل ديباراس وكل شيء مع جو امريكا. نقص الماعون. لا الماعون لا انا كي نعبي كرسي نرقد ماش لفت وراه. صاي المهم تعاون. المهم انت من رجال تعاون المرأة. باش ناكل وكا هو فهمتني. فوالا وتقص السلاطة وتقص الخبز. بعد ما ننظفها طاولة بعد ما ناكل سي ما عادش. سي ورد بك النهار تعاون لا ما تخدم روحها وحدها هكا. والله يعطيك الصحة برافو وتحية لمرتك. نقولوا لها كما يقولوا فيها استحفظي على رويجلك ما عادش خليه يخرج في الليل. اقعدي في دار بايك خليني اخو راحتي نحوس على راحتي. يعطيك الصحة ميرسي بوكو اللي تكزينا عايش. اللي تكزينا هاي بسلامة. عايش.